بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الواحد الطلاب الأعزاء والطالبات أكيد يعني في الموضوع هذا. الآن إحنا في المحاضرة الرابعة، نستكمل طريقة الوقاية من الأمراض ومكافحة الأمراض. قلنا إنه في حاجة اسمها المثلث الوبائي، هو عبارة عن مثلث بيقول في هذا المثلث إنه عشان يحدث المرض لابد من تواجد مسبب وعائل والبيئة، أو قلنا الإيجنت والهوست والإنفيرمنت. لابد هذه الثلاث عوامل تكون موجودة تماما مع بعض، عشان هذا عبارة عن أضلاع لمثلث. عشان يحدث المرض لابد من وجود هذه الثلاث عوامل مع بعض، ولا يحدث المرض في غياب أي منها، ولا يحدث المرض في غياب أي منها. لازم هالعوامل الثلاث مع بعض تتدخل مع بعض ليحدث مرض. وشرحنا الموضوع هذا، وإنه لو في غياب أي عامل منها لا يحدث المرض. طبعا إذا نبدأ بالمسبب، إذا في عندي مسبب وعائل وبيئة، إذا نبدأ بشرح المسبب. هناك عوامل متعلقة بالمسببات النوعية للمرض. طبعا المسببات قد تكون حية أو غير حية. يعني تنقسم المسببات النوعية إلى العديد من الأقسام. في الأول زي مسببات حيوية، ممكن نقول عنها الإيجنت اللي هي الجراثيم في الأمراض المعدية، اللي هي الجراثيم والفيروسات والطفيليات والكريكسيا وأشياء كثيرة من المسببات الحيوية. حتى الحيوانات نفسها أحيانا تكون عبارة عن مسبب حيوي. المسببات الغذائية أكيد في كثير، وهنشرح الموضوع هذا بالتفصيل. في كثير من الأمراض إلى علاقة بنقص الفيتامينات، نقص الغذاء، نقص الدهون، نقص البروتينات، كل هذه تعتبر أيضا يعني سواء زيادتها أو نقصها. طبعا زيادة الدهون تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى يعني أمراض كثيرة زي الضغط والسكر وغيره. فطبعا إحنا الآن المسببات الغذائية مهمة جدا في ظهور الكثير. طبعا مسببات، ثلاثة مسببات طبيعية فيزيائية، طبعا زي الحرارة، الرطوبة، الكهرباء، الضوضاء، الإشعاعات، أيضا تعتبر مسببات طبيعية تسبب الكثير من الأمراض. الحرارة ممكن تسبب ضربة الشمس مثلا، الرطوبة لها أمراضها، البرد، الضوء، الضوضاء، أكيد الضوضاء لها أمراضه اللي لها علاقة بال سواء بالأذنين نفسهم والسمع نفسه، أو حتى على مستوى يعني وظائف الجسم. الكهرباء طبعا، الكهرباء ما انتم عارفين الكهرباء ايش ممكن تعمل، والاشعاعات اكيد عارفين الاشعاعات بالذات النوويه ايش ممكن تعمل. حتى الان نتكلم عن الاشعاعات، الموجات اللي فوق، الموجات الكهرومغناطيسيه ايضا تعتبر من الاشعاعات الخطيره، وحنشرح هذا الموضوع بالتفصيل. ايضا هناك مسببات ميكانيكيه مثل الحرائق، الحوادث تعتبر كلها ممكن تسبب امراض، زلازل واعاصير ممكن تسبب امراض وتسبب وفيات. مسببات كيميائية، ممكن تكلمنا عن تسمم بالزنك، بالرصاص اللي بالرصاص اللي هو في البطاريات أو الزغنيخ، أو أحيانا ممكن يكون تسمم داخلي زي التسمم البولي. مسببات وظيفية، إنه هناك أحيانا وظائف الجسم بتصير فيها لخبطة زي اختلال الهرمونات اللي تفرزها بعض الغدد الصماء، زي مرض السكري يكون ناتج عن نقصان الأنسولين. أيضا هناك مسببات نفسية واجتماعية، وتكلمنا عن الموضوع هذا بالتفصيل، أو هتكلم كمان عنه، بأنه كيف إنه يعني الضغط العاطفي، التوتر، المسببات النفسية دي أكيد بتقلل المناعة. ضغط الحياة الحديثة ده كله بيقلل المناعة، وبحس بعدم الأمان أيضا. وهذه هي المسببات النفسية والاجتماعية، كيف إنه هي فعلا مهمة جدا في المناعة ضد الكثير من الأمراض. خلصنا إذن أول عامل مسبب، قلنا فيه ثلاث عوامل اللي هي مسببات، العامل المسبب واللي هو والهوست أو المضيف واللي هو البيئة. هنتكلم على العامل الثاني هو العامل المضيف. طبعا العامل المضيف يختلف كل واحد عن الثاني أكيد، يعني أنا مناعتي ليست كمناعتك. طب ليش إحنا هذه المناعة ممكن تختلف من شخص لآخر؟ أكيد في عدة عوامل، في عوامل نعرفها وفي عوامل ما نعرفهاش حقيقة يعني. لكن العوامل اللي بنعرفها زي السن، العمر يعني. طبعا الأطفال هم المعرضين دائما للإصابة بالحصبة أكيد، عشان الأطفال أكيد ما فيش واحد كبير بيقول لك والله أجي عشان الأطفال.
والحسبة النادرة لما تيجي لواحد كبير، لكن أكيد بتيجي للأطفال بشكل كبير. أيضا بعض الأمراض اللي هو زي مثلا لها علاقة بالسن، أكيد لما أقول الضغط لما واحد كبير وواحد صغير يجيني بقول بتوقع يكون معاه ضغط، لكن لو واحد كبير جاني أتوقع يكون معاه ضغط أكيد يعني بهذا المجال. الكساح كمان عند الأطفال بيزيد بهذا الشكل. العامل الثاني له علاقة بالعام مضيف الهوست أو العام مضيف اللي هو الجنس. أكيد في فرق بين الرجل والمرأة في طبيعة الأمراض اللي بتصيبهم أكيد كثير، يعني زي حمى النفاس، أكيد حمى النفاس فقط عند النساء، مش معقول يعني رجل عنده حمى نفاس أو سرطان الثدي أو سرطان رحم، وإن كان في موضوع سرطان الثدي هنتكلم عنه كمان شوية. مثلا سرطان الثدي يصيب الرجال 1 على 100 من النساء، يعني ممكن يصيب كل سرطان الثدي يصيب 100 مرأة وأمام يصيب بس رجل واحد، إذا موجود في الرجال لكن بشكل نادر جدا، بشكل نادر جدا. طبعا في أي قلنا في أمراض مخصوصة على النساء، سرطان الرحم، حمى النفاس، كل المشاكل هذه. أيضا في أمراض مخصوصة على الرجال طبعا اللي هي زي مرض البروستاتا وكل الامراض اللي هي الجهاز التناسلي لعند الرجل. ايضا في امراض تصيب الرجال اكثر من النساء زي السل الرئوي والبلهارسيا. طبعا ليش؟ يبقى هيك التركيب الوظيفي العضوي بتاع المراه بيختلف عن يعني التركيب العضوي للرجل. العرق او العنصر بيقولوا انه في اعراق بشريه فعلا يعني هي معرضه للاصابه بكثير من الامراض تختلف عنها. بيقولوا انه والله انه في بعض الجنس اليهودي مثلا عنده نوع من التخلف العقلي او فقر الدم، يعني بيقولوا لكن انا مش مقتنع حقيقه، لكن في اكيد حتى لقوا انه مثلا الضغط يصيب مثلا الامريكان اكثر من اليابانيين. اذا في عرق له في الموضوع. وحتى تشوفوا انتوا يعني انتوا شوفوا بشكل واضح انه مثلا اغلب السمر الناس السود يعني اغلب السمر هم اللي بيكونوا في كره القدم، هم اللي بيكونوا في الرياضيات في رياضات، لانه لي لها علاقه بتكييف الجسم نفسه. اذا العرق بيلعب دور في ايضا مقاومه الامراض بيختلف في الصحه. ايضا هناك عوامل وراثيه، اكيد بالنسبه للهوست في ان عوامل وراثيه بتلعب دور، يعني زي مثلا مرض الهيموفيليا او التلاسيميا او يعني امراض كثيره اللي هو زي عمل الليل بيسموه ينتقل عبر الجينات. ايضا في عندي عوامل عقليه تاثر بالطب وهي قد تكون موروثه او مكتسبه. خلص هيك سبحان الله بيطلع الاطفال عائله ذكيه، بيطلع اطفالهم كلهم اذكياء. هيك الى ممكن تكون الى علاقه بالوراثه، ممكن الى علاقه بالاكتساب، يعني دائما مع اخوتهم بحلوا بيمشوا اكتساب العوامل العقليه هذه ممكن تكون هي ممكن تكون وراثيه، العوامل العقليه ممكن تكون وراثيه او انه مكتسبه. ايضا العادات الاجتماعيه مهم جدا، العوامل والعادات الاجتماعيه في يعني طبيعه اللي هو الامراض، يعني زي الاسره اللي بتطبق عادات اجتماعيه صحيحه اكيد بتكون ابعد عن ابعد عن حدوث الامراض فيها من العائلات اللي يعني بتلتزم بالعادات الصحيحه. زي مثلا تشوف اللبن والحليب بدون غلي، اكيد هذا مصيبه ومشكله كبيره انه انا اشرب، اذا هذا قابل للتسمم، قابل انه يعني يصير عندي تسمم. او اكل اللحم الني، اكل او اكل السمك الني، في ناس تاكل لحم ني او كبده النيه او لا 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 او اكل السمك الني، طبعا هذا بيكون معرض اكثر للامراض، انه هذه عباره عن عادات اجتماعيه وعوامل اجتماعيه ايضا بتزيد من حدوث. طبعا العوامل الوظيفيه مثل الاجهاد والسهر، الانسان يعني انت حاول دائما بشكل او باخر تسهر كثير في الليل، حتلاقي الصبح حتلاقي حالك موشح او تتعب في شغل معين حتلاقي حالك. اذا الاجهاد والسهر يقلل من احتماليه الاصابه، يزيد من احتماليه الاصابه ويقلل المناعه. اذا الاجهاد والسهر يقلل المناعه. ايضا اكيد صحه الوالدين وسلوكهم الصحي، كل مكان صحه الوالدين
صحته كويسه ويلتزم بالعادات الصحيه وسلوك الصحي السليم، اكيد الاطفال بيكون اقل هذا. اذا كانت تصور انه والله انه الام تدخن مثلا، اكيد الجنين البطن حيكون في عنده مشاكل، حيكون يعني وزنه ينقص. عشان هيك لا يجب ان النساء الحوامل تبتعد عن كل الاشياء هذه، التدخين، المسكرات، تبتعد عنها تماما لصالح الجنين. حتى مش بس هيك، حتى بعد ما يجي المولود يجب على الاب ان يبتعد عن الغرفه اللي فيها الطفل، لان هذا الدخان ممكن يؤثر على الطفل ويعني يصيبه بالامراض ويقلل مناعته ايضا. كمان الحاله النفسيه زي ما تكلمنا في الاول، امراض يعني لها علاقه بالحاله النفسيه، في فعلا انت اهانا، وهذا له تاثير بالحاله النفسيه على بعض الامراض، انه في ناس لما مثلا تجي امراض نفسيه بس عندها هستيريا، بس عندها اسهال. ايضا شفت الاطفال احيانا اللي عند الامتحان مش عندهم اسهال، وحتى كبار في احيانا عندهم بعض العادات لما يجيهم الامتحان بيكون عندهم عادات معينه بتاثر على نفسيته. المقاومه الطبيعيه غير نوعيه، وهي هتكلم عنها بالتفصيل تكلاغوش، طبعا هي المقاومه اللي بيبديها الجسم الانساني او المناعه، تكلم عنها المناعه الغير نوعيه او المناعه الطبيعيه، اللي هي طبعا موجوده في كل انسان وموجوده في كل جسم بغض النظر عن هذا الانسان، يعني قبل لا بدها تطعيمات ولا حاجه، هي الجلد زي الجلد ايضا موجود في الانسان. هذه المناعه يستطيع الجسم منها التغلب على الكثير من الميكروبات. اذا خلصنا في المثلث الوبائي، قلنا في المثلث الوبائي في عندنا المضيف مهم جدا، وفي عندنا العامل المسبب، تكلمنا عن العوامل المسببه اللي ممكن تكون موجوده، تكلمنا عن العوامل الموجوده في المضيف اللي ممكن تزيد مناعته او تقللها، والان حنتكلم عن عوامل تتعلق بالبيئه، وان كان حنحاول نختصر في البيئه شوي لانه ايضا في عندي يعني باب كامل عن موضوع البيئه، حنحاول نسع شويه في الموضوع هذا. ايش معنى البيئه؟ طبعا بسيطه، البيئه زي ما تعرفناها دائما وتعرفوها دائما، انه كل ما يحيط فينا ونأثر فيه ويأثر فينا. اول اي حاجه بتحيط بينا ونأثر فيها وتأثر بينا هذه البيئه. اذا هي كل العوامل الخارجيه المجتمعه والتي تحيط بالانسان وتؤثر في حياته ونموه. فعندي ثلاث انواع من البيئه. البيئه الفيزيائيه. البيئه الفيزيائيه ايضا تنقسم الى بيئه جغرافيه وعامل مناخي. البيئة الجغرافية، أكيد البيئة الجغرافية تلعب دور في مقاومة ومناعة الأمراض. يعني الموقع الجغرافي بيلعب دور. إحنا والله على عند البحر أكيد الموقع الجغرافي كويس فيه، هناك بعض الأمراض ممكن تصير فينا وبعض الأمراض ما تصيرش فينا حسب الموقع الجغرافي. يعني مثلا الارتفاع أيضا عن سطح البحر، لقوا إنه الناس المرتفعين عن سطح البحر بيعانوا من مشاكل في التنفس. ليش؟ لانه في الجبل بيكون في نقص في الاكسجين فوق، فهذا اذا الحاله الجغرافيه بتلعب دور كبير في مقاومه الامراض ومناعه الامراض. طيب الحاله المناخيه كمان. الحاله المناخيه اكيد درجه الحراره، رطوبه، حركه الرياح كله، يعني عشان هيك انت في بعض الامراض مثلا بتصير في الشتاء اكثر من الصيف. زي الانفلونزا او الرشاح الزكام يعني او غيره، اكيد في الشتاء بصير اكثر من الصيف لانه البرد، وهذا البرد بيكون مناسب اكثر لنشاط الفيروس. بينما في العامل المناخ ايضا بيلعب دور، في الصيف بيكون عندي في عندي ارتفاع في درجه الحراره ممكن يؤدي الى فساد في المواد الغذائيه او في الغذاء، وهذا الكلام ايضا بيعمل عندي التسمم. اذا الحاله المناخيه بتلعب دور كبير في انتشار الأمراض. أيضا قلنا في الأول البيئة، الآن نتكلم عن البيئة الحيوية البيولوجية، يعني أي الناس الآن اللي الناس بتحيط فيك أو حيوانات بتحيط فيك أو نباتات بتحيط فيك، كل هذا بيكون مصدر من مصادر لها. يعني أنت مثلا احنا قلنا في الكورونا يجب ان يبتعد من متر الى مترين. ليش؟ لانه انت لو اقتربت اكثر من هيك من شخص مريض اكيد حينقل لك المرض. ايضا البيئه الحيويه بشكل او باخر، زي مثلا بيئه فيها بعوض الانفلس ايضا حينقل لك مرض الملاريا، لكن بيئه ما فيش فيها بعوض الانفلس مش حتنقل لك هو مرض الملاريا. البيئه الاجتماعيه والاقتصاديه.
تلعب دور كبير من النوع هذا البيئة الاجتماعية والاقتصادية. أكيد كثافة السكان وتزيينها، كل ما كان في كثافة سكان أكبر كل ما كان في انتشار الأمراض أكبر. وأيضا شفنا مع بعض كيف أنه في الريف يكون انتشار أمراض معينة أقل من الحضر أو سموها المدن. المستوى التعليمي، كثير من الأبحاث أثبتت أنه كل ما زاد المستوى التعليمي في الإنسان كل ما قل احتمال الإصابة بالمرض، لأنه بيكون عارف ايش ممكن يصير بالامراض، كيف ممكن يتجنب حدوث الامراض، فطبعا لها علاقه المستوى التعليمي كبير في حدوث الامراض. المستوى الاقتصادي او مستوى الدخل، اكيد يعني اتكلم من مستوى الدخل بقول هم يعني انه كل ما زاد مستوى الدخل بيقل يعني معدل اصابه بالمرض. ليش؟ لانه في عندي امكانيات اكبر، في عندي تهويه، في عندي بيت اكبر، في عندي حمامات انظف، في عندي قدرة في مياه متواجدة دائما، في عندي حتى انه حتى نقول الامكانية المعالجة وانه يعالج نفس الواحد بشكل اسرع. فطبعا كل ما زاد المستوى الدخل او المستوى الاقتصادي كل ما قل احتمال الاصابة بالمرض. ايضا الاستعدادات الطبية، فاي مجتمع كل ما كان في استعدادات طبية اكثر وفي اقبال يعني زي التطعيمات واقبال الناس على هذه الاستعدادات الطبيه وعلى التطعيمات او غيره، اكيد بقلل من حدوث الامراض. العادات والسلوك، زي ما تكلمنا القيم الاجتماعيه والعادات الاجتماعيه، ايضا عادات والسلوك تلعب دور في اللي هو حدوث الامراض. طبعا مهم جدا، عشان هيك لازم نتعلم ولازم نعلم ابنائنا يعني هم صغار وهم صغار انه كيف يعني يحاولوا بقدر الامكان انه يتعلموا عادات والسلوك السليم عشان يتجنب الاصابه بالامراض. يعني مستوى النظافه، كان في تدني مستوى النظافه وجلد الحمام اكيد حتصيب الانسان بمرض اسمه مرض التقمل. يعني المقصود ايش يعني مرض التقمل؟ يعني هو انتشار قمل يعني، بس هو بدلعوه بيقولوا له تقمل. ماشي؟ اذا كل ما كان التقمل، الجرب، الباغيث، هذا كلها له علاقه بالنظافه الشخصيه. ايضا لازم يكون استخدام المياه تكون مياه سليمه وغير ملوثه عشان ما تنتشر الامراض. ولا مصيبه لو انت يعني تتحمم بمياه ملوثه، يعني أسوأ يعني من عدم الحمام. ايضا في بعض العادات السليمه والمفروض كنا ناخذها انه الواحد لما بيعطس او يسعل يحط المنديل الواقي او المحرم هذه بدون ما يحطش الايد يعني على اساس ما ينتشرش، يعني يحط الايد جنب الفم عشان ما ينتشرش يعني سعاله وعطسه للخارج بشكل كبير عشان الغداد ما يطرش على. اذا هذا الجدول بين لي ملخص لما سبق. قلنا فيه ان ثلاث عوامل مهمه هي بتحدد مدى الاصابه بالمرض. كلام فيه ان عوامل شخصيه وعوامل يعني الهوست، عوامل ممرضة اللي هي الايجنت او عوامل مسببة، والبيئة. وقلنا تكلمنا عن العمر، الجنس، الاخ، اكيد دي انا بتلعب دور في موضوع الحدوث، الامراض، العادات، تكلم عن العادات، الوراثة. العوامل الممرضة تكلم عن الحيوية، كيميائية، فيزيائية، اكيد تغذية تكلم عنها. وعوامل البيئة تكلم عن الحرارة، الرطوبة، الارتفاع، الازدحام، الماء والاشعاع.